حياكم الله مجددا مشاهدينا بعد هذا الفاصل. في سعيها الدائم للعمل على التخفيف من معاناة الأشقاء السوريين، تتواصل المساعدات القطرية للنازحين في لبنان. نعم، وهذه المرة أخذت هذه المساعدات وجها جديدا تمثل في العمل على الجانب النفسي للأطفال السوريين، وفي مبادرة من شأنها الحد من الآلام التي يعيشونها. نشوف وياكم التفاصيل من خلال هذا التقرير. هم الضحايا المنسيون للحرب، أطفال النزوح السوريون خرجوا قليلا من معاناة لم يزرعوا حصرمها، لكنهم ذاقوا مرارتها، فعادت بعض بسمات مفقودة إلى وجوههم. هكذا انطلقت حملة الدعم النفسي في البقاع في مركز العيادات النموذجية بتمويل من دولة قطر، والتي هدفت إلى التخفيف من حجم الضغط الهائل الذي يرزح تحته الأطفال السوريون. بشكر أمين قطر عم يخلي كل الأولاد السوريين فرحانين اليوم. نشكر دولة قطر عن النشاطات اللي عم تعملنا إياها وتعملنا إياها للسوريين مشان نستدلى ونلعب وننبسط. بأنامل صغيرة ملأوا الأوراق البيض برسومات نبعت من خيالهم، فحملت بعض أحلامهم ببيت طبيعي يجمعهم، وعبرت عن مشاهد حرب حطمتهم. هلا عايشين بخيمة، أنا رسمت بيت ومتمنى أقعد ببيت. رسمت بيت بلونة وشجرة، رسمت ورد وعشب وشمس. هي رسوم تحمل بالنسبة إليهم بقايا أمل ما زال يسكنهم في العودة إلى حضنهم الوحيد سوريا. شاين نلعب وننبسط نرقص ونخني. هذا النهار كان هدفه هو نفس اجتماعي ترفيهي، الهدف منه انه الاولاد يلاقوا مساحه لهم خاصه، هذه المساحه يعبروا فيها عن حالهم، يعبروا عن الاشياء اللي بيواجهوها بسكنهم ضمن معيشتهم بقلب لبنان، شو هي الصعوبات، شو هي التحديات اللي عم بتصير معهم، نخليهم ضمن البيئه اللي عايشين فيه وضمن الظرف اللي هن فيه يكونوا مرتاحين، يكونوا متصالحين مع نفسهم، يعبروا عن شو الاشياء اللي هن بيحبوا يحكوا عنها. بذلك تكون قطر سباقة إلى توفير مبادرات إنسانية تخفف من معاناة أطفال النازحين وتمنحهم بعضا من أمن ما عاد موجودا في وطنهم. حبينا أنه إلى جانب أنه تغطية الجانب الصحي الجسدي أنه نعطي تغطية اجتماعية ونفسية للعائلات وخاصة للأطفال، لأنه بنعتبر الأطفال أنه هم أكبر فئة عم بتعاني من نتائج الحرب ونتائج العنف ونتائج المناظر السلبية والوحشة اللي عم بيشوفوها بسوريا قبل ما يجوا على لبنان، وعلى التلفزيون بعدهم عم بيشوفوا نفس المناظر. فحبينا أنه نعطي فرصة للأطفال أنه يعبروا عن نفسهم من خلال رسمهم. مبادرة أمل قطرية أفرزت رسومات حنين سورية منحت أطفال لا ذنب لهم بعض حلم لا يموت. مثل ما شفنا وياكم أعزائي المشاهدين، هذه المبادرة اللي كانت تختص أو تبين الجانب النفسي وأثره على الأطفال اللي قد تكون أصابتهم النكبات والنكبات، وحقا يعني مثل هذه المبادرات أحمد يمكن تعطيهم متنفس جديد يعبرون من خلاله عن مكنون نفسيتهم، الأشياء اللي ممكن يعانونها حتى في اضطرابات يمكن قد يعني تسمى باللغة العربية اضطراب ما بعد الصدمة، يعني هذه الأشياء حتى تكون مصنفة في مثل أوقات الحروب الزلازل، الأشياء اللي قد تكون خارجة عن الإرادة. وتعرف يعني أحمد الأطفال يعني يمكن أسلوبهم في التعبير بسيط جدا، ولكن إعطائهم أوراق والرسم من خلالها يمكن يعبرون عن أشياء يصعب عليهم التعبير عنها، وأنت تشوف بسمتهم في الأوقات الصعبة هذه. الله يفكر بهم إن شاء الله ويحقق كل أمنية رسمها طفل. اللهم آمين. اللهم آمين يا أحمد. إذن أعزائي المشاهدين ننتقل وياكم إلى موضوع آخر، حيث إلى رجال هم رجال من قطر لبوا نداء الوطن، هذا أقل ما يقال عن الشباب القطري اللي توافدوا على معسكر الشمال للالتحاق بأول دورة من الخدمة الوطنية. أحمد. نعم يا خالد، ويوم السبت إن شاء الله بتكون البداية الفعلية للدورة، استظل هؤلاء الرجال في المعسكر لمدة 6 أسابيع على الأقل، وبعد ذلك يكون خروجهم في الإجازة الأسبوعية طوال فترة التدريب اللي مدتها 3 شهور. نعم، وضمن متابعتنا الخاصة لهذه الدورة نلقي الضوء في التقرير التالي على تجربة يحيى
ضيابط النعيمي الموظف في وزارة الأوقاف وإمام مسجد الذي كان من أوائل المبادرين للتسجيل في الخدمة الوطنية. ذهبت إلى مركز الخدمة الوطنية، سجلت، ذهبت فحصت بعد ذلك، ثم بعد ذلك فصلنا الملابس. بعدها بفترة بسيطة صدر قرار سمو الأمير اللي أقر اللي هو قانون الخدمة الوطنية وإلزامه للمواطنين من 18 إلى 35 سنة. كنت أنا يعني أثناء صدور اللي هو المرسوم كنت أنا خاطي خطوات في الأمر، يعني قد سجلت وفحصت وفصلت، يعني ازدادت الغبطة غبطة يعني، وزدنا بالفرح سرور. الوالد موجود، الأخوة موجودين، يعني أعتقد أن اقتنعوا بعد ذلك بالأمر وتقبلوه بنفس راضية، وبالعكس بعد ذلك بدأوا يشجعوني ويأزروني ويساعدوني وكمل أغراضك وجيب هذه ولا تجيب هذه. الحمد لله يعني أصبحت يعني صاروا هم الآن هم الدافع لي. بالنسبة لل اللبس حقيقة اللبس يعني العسكري يمكن أول مرة يعني أرتديه، حاولت أني أجربه يعني قبل ندخل في الميدان. حقيقة يعني ينتابك يعني فعلا شعور رهيب، يعني تحس بمسؤولية، تحس أنك يعني فرد من أفراد مثلا يعني السلك العسكري، أو أنك يعني مطالب مثلا بالدفاع شيء من هالقبيل. يعني فيه إحساس بجانب من المسؤولية، مسؤولية الدفاع عن الوطن وخدمة هذا الوطن. هناك مقولة تقول يعني لم تضف على الحياة شيء فأنت زائد عليها، فنحن لا نريد أن نكون من الزائدين على الحياة، لا نريد أن نضيف على هذه الحياة. فأنا أعتقد مسألة الخدمة الوطنية ودفاعنا عن الوطن هي أمر يعني إضافي لنا ونضيفه للحياة. عسى الله يوفقك يا بطي انت وجميع رجال الوطن حماة الوطن هذول، ان شاء الله عسى الله يوفقهم جميع ان شاء الله. صحيح. وان شاء الله يجين الدور والفال لك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله. انا مستعد للامانه، يعني شهاده احنا نقول هالشيخ بطي ما شاء الله عليه، يعني انسان جدا حضوره رائع، وكان من اوائل الناس اللي فعلا يقول هو يعني يبي يلبي النداء في اسرع يعني وقت ممكن، وهذا شيء مفرح يعني ما شاء الله على الالتزامات اللي عنده. فهذا ما يعطي الغالبيه من الناس الا شحذ الهمم وانهم لازم يروحون، وهذا نداء وكلها فترة بسيطة، ويعني فترة الواحد يكتسب منها خبرات كثيرة. صحيح يا خالد. إن شاء الله بإذن الله. نعم. بس لا تروح الحين، بعدين يعني. أنا بروح أول. السنة الجاية. السنة الجاية إن شاء الله. ما عندي مشكلة، أنا موجود وفي الخدمة. نبيك معنا الحين في الترحيب. إن شاء الله. إن شاء الله. تتواصل مشاهدين الكرام فعاليات مخيم الهلال الأحمر لإدارة الكوارث في منطقة الخور. نعم، واليوم راح نتوقف مع تقرير حول وحدة التقييم والتنسيق الميداني اللي تقوم بمسح الأضرار وتقييمها عند حدوث الكوارث لا قدر الله. نشوف التفاصيل من هذا التقرير. التنسيق الميداني بعد جمع المعلومات من الكارثة التي وقعت في مكان ما يسهل عملية إيش الاختصاصات أو إيش الاحتياجات من الصحة، من التغذية، من الإصحاح، من فيسهل على الكادر معرفة الأعداد التي تذهب إلى هناك أو الجهات التي تذهب هناك سواء صحية، أطباء أو حاجة. فهذا التنسيق فعلا يعطينا حجم الكارثة الموجودة، حجم الناس المتضررين، نوع الضرر اللي صاير وواقع على الأرض، يجعل فعلا تسهيل في الأمور، تسهيل في الأمر بحيث لا يكون الأمور فيه تضارب وازدواجية
أو عدم حاجة ممكن توصل إلى في آخر المرحلة أن عدم حاجة وجود كادر معين موجود في هذا الشيء. تنسيق هذا بعده إدارة الكارثة ومعرفة الكارثة، إدارة الكارثة ومدى احتياجاتها فيها. فعلاً المشاركة مشاركة حلوة، اختلاط بناس عندها معرفة وعندها بغض النظر عن المدربين اللي فاهمين في ده، ولكن اختلاطنا من الشباب الموجودين ومن الأماكن اللي خارجية في الخدمة في الهلال الأحمر أو الخدمة في خدمة أي خدمة إنسانية، خدمة حلوة، خدمة تقدم لناس محتاجين، وأنت لا تريد منها أي حاجة إلا أنك فعلا تخدم هذولا الناس المتضررين والمتسببين في هذه المشكلة اللي صايرة عليهم. التقييم الميداني وهو أهم فريق وأول فريق ينزل إلى أرض الكارثة، هو يعني نقدم أن احنا نحاول ننزل لأرض الكارثة ونشوف الإحصائيات ونسوي مسح ميداني، وهو يعني نحاول نكتب تقارير أقصى في مدة أقصى 48 ساعة وارسالها لغرفة العمليات، وذلك يفيد يعني جميع الجهات اللي سوف تنزل على أرض الكارثة. طبعا التقييم الميداني يفيد جميع الجهات، إن كانت جمعية الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر أو الدفاع المدني، إن كانت حريق أو زلازل. طبعاً هذه أول مشاركة لي في المخيم الهلال القطري، واستفدنا منها صراحة أشياء كثيرة مع الأخوان من دول الخليج، أخواننا من دول العرب، في تناسق ومحبة وخاء، عمل إنساني يعني عمل جماعي، واستفدنا منها أشياء كثيرة في يعني خلال هذا اليومين فقط كمحاضرات كعمل ميداني. التنسيق الميداني راح يفيدنا في مسح والبحث عن المعلومات ودقة المعلومات اللي في البداية راح ناخدها طبعاً ونتأكد منها، ومن بعدها نحللها، وبعد التحليل راح ناخد هذه المعلومات راح نحط خطة ميدانية متكاملة على أساس إن احنا نبعث ناس متخصصين إلى المكان المتضرر ونشوف شلون نقدر نساعد المتضررين. في البداية حسينا ان احنا فعلا اول شيء نازحين، بعدين لا بدينا شوي شوي نتعلم شلون ان احنا مثلا ناخذ خبرات من اشخاص فعلا راحوا داخل المخيمات وشافوا. انا عن نفسي شفت اشياء ما شفتها قبل وتعلمتها، وحسيت فعلا ان انا لاجئة وقاعد يعني قاعدة اعيش الوضع، بس الحمد لله ان شاء الله اقدر بعدين اقدر ان انا افيد الناس اللي بتكون متضررة فيها في الكوارث هذه. المخيم جدا متعوب عليه وجدا ممتاز، وأتمنى احنا يعني على السنة الجاية نشارك بأعداد أكبر من كذي بالنسبة لناس في الصحة وناس في يعني في كذا المجالات، مو مجال واحد. في موضوع آخر، تعلن شركة ناقلات للنقل البحري بسلسلة إمداد الغاز الطبيعي المسال لمختلف دول العالم ونشاطات حول بناء وأصلاح السفن القطرية، بالإضافة إلى توفير الخدمات المتنوعة للسفن في المياه القطرية أيضا. تفاصيل عن هذه الشركة الرائدة نتعرف عليها في هذا التقرير. ناقلات هي شركة قطرية للنقل البحري، تشكل جزءا مكملا لسلسلة إمداد الغاز الطبيعي المسال لمختلف دول العالم، كما تشرف على نشاطات حوض بناء وإصلاح السفن القطري المبني وفقا لأعلى المعايير العالمية، فضلا عن توفير الخدمات المتنوعة للسفن في المياه القطرية. تضم ناقلات شركتين هما ناقلات كبل للأعمال البحرية المحدودة وناقلات دايمن شيبيارز قطر. تركز الشركة الأولى على أعمال إصلاح وصيانة السفن الضخمة والمتوسطة والهياكل البحرية مثل الحفارات،
أما الشركة الثانية فتعمل على بناء سفن الفولاذ والألمنيوم التي يصل طولها إلى 170 متراً، وتتضمن قدرتها الإنتاجية مجموعة واسعة نطاق من السفن التجارية مثل زوارق السحب وقوارب الإمداد البحري وسفن الحمولات والسفن العسكرية، فضلاً عن إعادة تجهيز اليخوت الكبيرة. فيما تبقى دولة قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بلا منازع، تواصل ناقلات دورها في نقل هذه الطاقة إلى جميع أنحاء العالم عبر أسطولها المؤلف من ناقلات تمثل نحو 15% من القدرة البحرية الناقلة للغاز. هذا ما أكده سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة ناقلات، مشيراً إلى أن الشركة استطاعت تعزيز مركزها التنافسي وصدارتها العالمية من خلال إتمام صفقة لإضافة 4 سفن جديدة، ما يؤدي إلى زيادة عدد السفن الخاصة بالشركة إلى 58 سفينة خلال العام الحالي، ما يدل على الثقة التي توليها شركات الطاقة حول العالم للشركة. إن الجمع بين تلك الإمكانيات والخدمات الصناعية البحرية الشاملة يعد أمراً استراتيجياً ورئيساً لتحقيق الهدف الرامي إلى تحويل قطر لمركز دولي للتميز في مجال شحن الغاز ومنتجاته وبناء السفن وإصلاحها وصيانتها وغير ذلك من الخدمات البحرية. نعم، وفي موضوع اقتصادي آخر، شاركت دولتنا الحبيبة قطر في مؤتمر الصناعيين 14 الذي انعقد في مدينة مسقط في سلطنة عمان الشقيقة. نعم، وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة خلال مشاركته في هذا المؤتمر أن دول مجلس التعاون الخليجي نجحت في الاستمرار بجهود التنويع الاقتصادي وفي المحافظة أيضا على نمو صادراتها بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية. يسلط مؤتمر الصناعيين 14 الذي احتضنته العاصمة العمانية مسقط الضوء على التشريعات القانونية المحلية والدولية وأثرها على الصادرات الصناعية ومدى توافقها مع الاتفاقات الدولية الثنائية ومع دول مجلس التعاون الخليجي. قد عانت وبشكل لافت الصناعات الخليجية المعتمدة على الغاز من كثرة قضايا مكافحة الإغراق مما استنزف الوقت والمال وأفقد بعض المصانع ميزاتها التنافسية، في حين يدخل إلى أسواقنا منتجات عالمية بعضها برسوم جمركية لا تزيد عن 5% وأخرى معفية الرسوم، مما يتطلب معه إعادة النظر في دراسة هذا الوضع بما يتواكب مع أهداف واستراتيجيات دول المجلس المتعلقة بزيادة نمو الصادرات وخاصة البتروكيماوية والتعدينية. وجاءت مشاركة الدوحة في المؤتمر من أجل عرض التجارب الصناعية الناجحة بدولة قطر، لا سيما في مجال الاستثمارات والصناعات التحويلية والنفطية، وذلك عبر جناح متكامل للشركة القطرية للصناعات التحويلية التي عرضت تجاربها الناجحة في مختلف المجالات الصناعية. ما في شك أنه هذه التظاهرة تتكرر كل سنتين، وهذا هو اللقاء الوحيد اللي يجمع القطاع الخاص بوزراء الصناعة في المنطقة، ويكون لقاء مفتوح مثل ما تفضلت، يعني يناقشون فيه هموم القطاع الخاص ومشاكله. وطبعا من الأهمية بمكان الاجتماع هذا والسنة هذه يعقد في سلطنة عمان الحبيبة الصراحة، لذلك احنا كنا راعيين للمؤتمر وتواجدنا قوي، وما في شك انه في كثير من المشاريع البينية في دول مجلس التعاون او في واليمن وكذلك في بين قطر وعمان. ما في شك انه طرح المواضيع والمشاكل امام الوزراء، واحنا عندنا حدود مشتركه وعندنا هموم مشتركه وعندنا مواضيع كثيره خاصه بالنسبه للحدود والتصدير، وهذه الامور كلها طرحت اليوم، واتمنى ان شاء الله كانت في ردود وافيه.
حركة انتقال البضائع وتحديات النقل الجمركي عبر المنافذ البرية بين الدول المشاركة كان من أهم النقاشات والمداخلات التي طرحها الوفد القطري، مع التأكيد على أهمية تعزيز التجارة البينية. كما ركز المؤتمر على سياسات الاستثمار وآليات التمويل للصادرات الصناعية، إضافة إلى استعراض العديد من التجارب العالمية الناجحة في تنمية الصادرات، ومنها التجربة التركية والتجربة السنغافورية التي ركزت على البنى التحتية وتمويل الصادرات الصناعية والنمو المتسارع في نفاذ الصادرات إلى الأسواق العالمية والمقاييس المتعلقة بالسلع المصدرة. هذا وبعد الفاصل راح نتابع معاكم. الاستعداد لإطلاق فعاليات معرض قطر الدولي للمستلزمات الطبية